عقدت مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي اجتماعها الدوري في مقرها الدائم بالمملكة الاردنية الهاشمية. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة خطة عمل المجموعة للمرحلة المقبلة ومبادراتها بما يسهم في تحقيق التنسيق بين الدول العربية لتبادل التجارب والخبرات التشريعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، كما عقدت مجموعة العمل عدة زيارات ولقاءات. برئاسه ومشاركه السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع مسؤولين وبرلمانيين لمناقشه افضل الممارسات المتبعه في المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه لتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي في مختلف المجالات